السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الصباح في المحكمه تاع دار البيضاء. اليوم كان الحكم تاع على خاوتنا كسا سواليفكا ولا جماعه كاع يعني ميديا ستانلي وكاليكيب. على كل حال حكموا عليهم بعام، ربي يطلق سراحهم وربي يجيب صبر الاهل تاعهم. باسكو لو كان شفتوا الصباح ماجدي يعني الشيء اللي صرا لداخل في المحكمه، وحنا نقولوا برك ربي يطلق سراح جميع مظلوم سورتو، وربي يطلق سراح جميع واحد يعني. وكما يقول لك قدر الله ما شاء فعل مكتوب ربي. وكاين حاجه، كاين الحبس وكاين السبيطار، ما تمناوش ما من عندك وماشي مليح واحد يستشفى في هاد العفايس هذه. باش نقولها لكم هذا ما كان، حنا نقولوا ربي يخفف عليهم. هذه يا جماعه سينو بوغ كاين اللي خرجوا، كاين كسوا زاك ولا حكيم شوشان خرجوا هذوما، ولا ثاني اسمه المناجر تاع ميديا الزول. هذا ما كان، وربي بعد ربي بعد البلاء والمشاكل على جميع واحد قسما بالله. والله لو كان شفتوا ليماج عباكم بدا مع الحكم، بدا العياط وبداو الناس يتسرعوا، بداو لي فامي مساكن في واحد الحاله، في واحد حنا نقولوا ربي يخفف عليهم وربي يخفف على جميع واحد عنده واحد من العائله تاعو بلا في الحبس، ولا جميع واحد عنده فاميلته مظلوم. والله صراحه اللي كيف جي ميم با لي مو، حبيت نعطيكم لا نوفال هذه وفوالا، وحبيت نروح نريح. هذا ما كان. سلام.